Chat reaction. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخر مع اخوكم شات another one مع الراس اليوم. اول حاجه ديزولي بور روتار باسكو المهم الناس اللي متبعيني في انستغرام عارفين راه ما كنتش في كازا من الجمعه اللي فاتت ما كاينش كنت في نواحي ديال مراكش كنت بعيد على هنايا سو اعتذر لانني ما درتش الطراك هذا باش خرج فوقته. وثاني حاجه هاد الطراك هذا تراك فيه الكوبي رايت سو ملي كيكون تراك فيه الكوبي رايت ما كتقدش دير ليه رياكشن على خاطرك خاصك تحبس وداكشي سو شحال من مره كتقد دير بناقص الا كان فيه الكوبي رايت باسكو فهمتي كدوز مبلبل على الرياكشن. مي لي كومونتير والحوايج زوين اللي سمعت على التراك هذا غادي يخليوني نرجع ليه ضروري خاصني نديرو. وقالوا لي التراك فريمون كيستاهل داكشي اش غادي نديرو. الراس ديجا الى بروفي بانه عنده موسيقى زوينه في بارتي من الناس المخودين اللي كاينين في هاد النوفيل جينيراسيون وغادي هاز الدرابو تا هو تاع النوفيل جينيراسيون. سو غنشوفو كاكتوين شوفو كي داير غتسمحوا لي الا قطعت شويه من فهمتي حبس التراك هكا على ود الكوبي رايت رغم ان شحال ديجا هضر معايا راستي. وديجا تحيه لاي واحد اللي كيدير بحال هاد الرياكشن بحال هاد فهمتي هاد لاكسيون انه يهضر مع بنادم ولا يهضر مع شي واحد كيدير رياكشن ولا شي حاجه بارابور لهادشي ديال الكوبي رايت باسكو كاين اللي ما كيدير حتى شي حركه ما كيدير حتى شي لعيبه ولكن كاينين ناس اخرين اللي كيقد يصيفط لك ميساج كيقد يقول لك على الكوبي رايت كيقول لك اشنو كاين هادي الا طرا شي مشكل كتب ليا غادي نشوفو كي غنديرو. المهم احترام لكاع الناس ومن هاد الناس كاين راستي اللي ديجا هضرت انا وياه وتحيه ليه هذا المنبر هذا ويلي الميساجات مايمكنش حنا ما غنبداو مع نتوما غادي تبداو ديروا لنا داكشي ديال الموسيقى ما عيناش ندخلو نتمزكو نشوفو كاكتوس كي داير. عاد نحكمو عليه نشوفو واش هاد الناس هادو حيت كاين حتى باش يخطرات مام كيقد يكون عاجبو تراك كيصحابو هاد التراك خاطر حيت عاجبو كيبقى عليك لا دير خاصو هاد التراك خاصو يدار وخاصو هادي سون فاليديو. نشوفو مستر راستي اش من مود شاد واش من اش من حنت الموسيقى راه غادا بالمود ديال بنادم الفيلين كتعطيك فين واصل الصاط واش من اش من مود عايش في حياته. شي دابا هنا كيبان المواج فيهم واحد في ديك الكشوشه البيضاء الكشوشه البيضاء كتبين لنا راستي اوف هاد الكاليتي خطير اوف كاليتي واعرة هادي بعدا ديجا هنا كاين واحد الكاليتي واعرة واحد الاش دي زوين وكيما ديجا قلت راه كاين اش دي واش دي ماشي قال اش دي بحال بحال كنولي ولد الناس كيبغاو يطلع لي فوق راسي كان غير كنولي ماس واش كيقولوا في لبسه لا عاصي قلبي كاع ما في السم كاع ما كنخاف كنحشم اليوم نطفي شمعة عيد ميلادي وكنقول غدا ان شاء الله يكون احسن. وا تاد لف ديال الاحمر اللي دايرين فيها جا زويون سو ديجا الكليب غادي يكون خطير ما جو بونس ديجا السميات ديال السيطا اللي داروا الكليب ديزولي ما قالوش السميه ديالهم ما غنعاودو نرجعو لهم من بعد ما ديجا غير هاد لي زيدي هادي والكاليتي ديال اش دي كتعطي ايدي غادي يكون شحال زوين كنضرب كنولي ولد الناس كيبغيو يطلعوا لي فوق راسي كان خيب كنولي ماس واش كيقولوا في لبسه لا عاصي قلبي كاع ما فيه السم كنخاف كنحشم اليوم ما طفيش مع عيد ميلادي وكنقول غدا ان شاء الله يكون احسن. اوكي سو جو بونس هذا الريفران اللي بادي به وهاد النقطه هذه مهمه ومشكل كبير عندنا في المغرب انه كنحقرو بنادم الا كان ظريف يا ولاد الناس راه بنادم الا كان ظريف راه صافي با دير بانه راه ما قبيحش راه صافي با دير بان بنادم راه ما يقدش يتسيف. حنا بنادم ملي كيضحك ملي كيكون مربي ملي يكون هادي كنطلعو فوق من راسو كنبغيو نركبو عليه كيبان لنا حيط قصير هاد العقليه دي خاصها تبدل هادي عقليه ديال الحقره الا كنتي كتهضر على الحقره ديال البوليس كتهضر على الحقره ديال اي لعيبه راه غير هاد القضيه يبان لك بنادم كتخيل حيط قصير وكتبغي تركب فوق منه ولا طلع تفوتو راك مريض راه انت عندك الحقره راه انت كون كنتي بوليسي غادي تحقر راه سا اوسي سامبل كو سا خاطر ليلة كان هادشي غير خليك تزيد تعيش غندير راسي ما حسيتش لا كان لك دوب ولا باقي غير ربي والكريش
go ahead. دويت قاصح ماشي باش نجرحك حشره. لا دويت قاصح ماشي باش نجرحك حشره. سطاني هاد لفه هذا ديال الاحمر فهمتي لفه مضروب اللور عليه هو ولاني هو ما شادش فيها الحموريه. جات زوينه لفه فريمون ديال الاحمر كيسطيني بحال السي اللي كان في كليب ديال مسلم. هاد لفه ديال الاحمر في لارير بلون جميل. الى دويت مقاد كيبغي يوردوني حشره. كصيفطو الشوك كيوصلنا الحب ماشي بشي لعيبه غير بجدول الضرب. المهم غير هاد الافاده ديال هاد المعنى ديال انه نتوما كتصيفطوا لينا الشر من جهتكم الحاجه خايبه ولكن حنايا كناخذوا منه غير الزوين كناخذوا منه الزوين ولا رساله الحب غادي تبدا الحرب. كل مره كنديرها بيدي كندخل شي ناس لداري كيخوفوا كيعطوني في داري كيديروا فيا بالكار صادو على جوج نقطات. انا المهم هاد اللعيبه اللي قالتها كندخل شي واحد حياتي وكندم ولا كتش فهمتي وادي تعبير ديال فاش كتدخل شي واحد الحياه تعاود ليه سر ديرو صاحبك دخلوا نيت لداركم اي لعيبه شي واحد اللي كتقربوا كتدوزوا من محل شي واحد غريب على شي حاجه حتى كيولي قريب تعطيه غير معلومه تعاود لشي واحد غير شي سر تقول لي غير شي حاجه تعاود لي غير فهمتش. كاين اللي واحد ما كيستاهلش هاد اللعيبه هاد كاين شي واحدين ما كيستاهلوش هاد اللعيبه هاد بلاتي نشوف هاد اللعيبه هادي. كنت باغي نهضر على الصوت ديالو هاد الصوت الا ردوا شي شو الصوت كيفاش بدل فهاد البارتي هادي هاد اللعب الصوت ديالو زوين حتى هو هاد البارتي هادي كتعطي واحد قيمة مضافة لشنو غيقول في هاد البارتي هادي. دخلوا من داري كيخرجوا كيعطوني في ظهري فهمتوا كيما قلنا ماشي غير ضروري ندخلوا من داري غير انني نديرك صاحبي انك نديك معايا لشي بلاصة ان شحال من حاجة انا نقسم معاك شي سر ولا شي لعيبة كتقد تعطيني تمشي غتقولوا لواحد اخر داك السر بحال عطيتيني في ظهري. خلوي في بيز طمي سولت الفرحة علاش مخاص مني قالت لي مازال خاص برشا مني قالت لي باقي خاص برشا مني. تحية للناس اللي صايبوا الكليب سانسيرمون الناس اللي صايبوا الكليب برافو برافو على الكاليتي ديجا الكاليتي ديال الماتيريال اللي خدام واعر بزاف اي لي بريز دو فيو لي زونغ لي زيفي لي ترانزيسيون باش خدامين ليفي ديال الاحمر اللي كاين في لاريير بلون في دوك الكوانات جميل كلشي زوين. طوالة الغيبة هادشي برشا من نيكا زوجي اللي مقاد وقلبي مفرشخ كي كركاس النيبة مفرشخ بحال الكركاس ديال النيبة إلا كيدوي على النيبة زعما كالكركاس مسكين النيبة راه عارف النيبة مسكين مع الكبر والغلط وهذا ديما معذب مسكين. كنسمع صوت المطار اللي كيدي الناس في السبيطار كيفاش كركاس لا لي زيدي واعرين انت هاد اللعيبه هادي ديال شحال شاد الكاميرا تمشي حتى هي واعر كنضرافو كنجيبوها غير في رواحنا ما عليناش كاع ما كانش شي وحيد دراما اللي فيكم ما فيناش لا جينا نهضرو ما تقناش في العام ما كافيناش غيت عامينا ما نسيناش قتلو حشو كيوصلنا ورد غير بالخاطر ماشي باش دول الضرب وامام ام الى لاحظتو الكليب فهمتي ماشي غادي سيباري مع الموسيقى اي حاجه اي ضربه اي لعيبه كيدير فيها امشي موفمون في كليب باش عرف ان فهمتي البروجي خدام اونسون فريمون خدام اونسون هادي واحد كيقد يكون التراك غادي في هيت والكليب غادي في هيت اخر فهمتي راه كليب خدام ومزيكا خدام ولكن ما كتلقاش واحد الكونيكسيون بيناتهم. هنا لا هنا كيبان في اي ضربه ماشي كاملين ولكن في شي ضربات كيبان لك كيشقمهم كيبدل بهم لونغ كيزومي كيديزومي زوين استفد مني طريف ليس للعرض حيت لسنا الحب غادي نبداو الحرب كل مرة كنديرها بيدي
كان دخل شي ناس لداري كيخرجوا كيعطيوني في داري كيجيروا فيا بالكاري طاحوا من عيني من قلبي طارو روح و... وحاجة اللي ما دويتش عليها هو هذا النوار ابنو وسط كاع داك الارش ديال وسط جوشيات الحمرين وسط اي بلان هادي كيزيد لك هاد النوار بلون فهاد النوار بلون كتشوف فيه واحد الكاليتي ديال الارش دي واعره بزاف كاكتشوز شنو عنده شي علاقة مع شي ألبوم ولا شي لعيبة الله يجعل البركة الله يجعل البركة نرجع نشوف الناس اللي صايبوا الكليب الناس اللي صايبوا الكليب في الأول جو بونس كتبات السمية ديالو مزقلتهم باش نحتارمو الخدمة ديالهم هاد الناس هادو اسماعيل اسفوري اسماعيل اسفوري اسيست باي اسماعيل الخال الخلادي اسماعيل اسفوري هو اللي داير الديريكسيون ديال الكليب والاسيستون ديالو اسماعيل الخلادي برافو برافو لهاد جوج ديال الناس دارو خدمة فريمون فريمون بروفيسيونيل كو سوا الكاليتي ديماج لي ترانزيسيون ليفي ديال الباك جراوند ليفي ديال كيفاش غادي نسانكرو مع الموسيقى النوار بلون كلشي جا زوين كلشي فريمون زوين برافو وغنزيدو عليهم بيان سور جوناس وجوزيف الموسيقى اللي كانت خارجه فريمون فريمون كلين وغنزيدو الاداء ديال راس ديال اللي لعب بالصوت ديالو اللي كتب كلمات زوينه واللي كدو على واحد الموضوع اللي مهم مهم هذا الموضوع ديال فهمتي كون في شكل من بنادم يدخلك لدارو كون في شكل من بنادم يدير صاحب يديرك صاحب وكون في شكل من بزاف ديال التويشيات وما تحقروش بنادم الا كان ضاحك الا كان مربي الا كان صوت ديجا الموضوع زوين الكتابه كانت واعره الاداء ديال راس تي واعر نزيدو الناس اللي خدموا الميكس والماستر والبيت وكل شيء نزيد عليهم الناس ديال الكليب بروجي كامل ناضي برافو برافو لكاع الناس تحيه لكم ريسبكت تراك جميل جميل جدا وفرحت اللي درت لي الرياكشن صراحه فرحت اللي درت لي الرياكشن هذا ما كان صوت شكرا الناس اللي تفرجوا لي فان ديال راستي يقولوا لنا كي جاكم التراك واش عجبكم انا واقيلا من احسن التراكات اللي سمعت لهم ديال راستي جو بونس اي سي بون شو باسكو هذا الصاب هذا غادي فواحد الترند بوزيتيف غادي بنادم طالع بوزيتيف مو الحمد لله وان شاء الله يكون الخير هذا ما كان صوت خليو شي كومونتير زوين بحالكم كي جاكم التراك ونتلاقاو في فيديو جديد